تحياتي لكم. تخلصوا من الكرش والدهون على الجانب الحوض وألام خشونة العمود الفقري وأكثر شيء أسفل العمود الفقري وعلى القاعد على الجالس بطريقة بسيطة. بنبلش التمارين، أفضل شيء نبلشها في الفترة الصباحية ونعملها في الفترة المسائية. الصباحية بتعطينا قوة وبتعطينا ليونة، خفف الألام وبتقوي عضلات الكور ماسل اللي هي العضلات الأمامية في المنطقة الصدرية، منطقة البطن، عضلات البطن، عضلات الجانبية والعضلات الخلفية اللي بتمسك حزام للعمود الفقري والبطن، كل وحدة واحدة في هذا الحزام العضلي. الخارجي في طبقات خارجية زي العضلات اللي بتكون مبينة في البطن، وفي عضلات داخلية هذه بتكون جاي بشكل التوائي، طبقة عميقة كبيرة قوية بتمسك العمود الفقري بالقفص الصدري بالحوض، بتثبت كل شيء في منطقة الجذع. نبلش في التمارين هذه، بنبلش شوي شوي واحنا قاعدين بالطريقة هذه. اهم شيء نضلنا محافظين على القامة، بنعمل هاي الحركات لحد ما اذا بنشعر في ألم بنوقف مباشرة، اذا بنشعر بالتعب بنوقف مباشرة وبنرد نكمل. بنزيد الوقت حسب اليوم، حسب اللياقة البدنية تاعتنا، وبنزيد التكرارات حسب اللياقة البدنية تاعتنا لما تتحسن. بس بنبلش شوي شوي. بنبلش أول تمارين، بالطريقة هذه بشكل نفتح لبرا وندخل لجوا. هذا التمرين اللي هو بيعمل عملية إطالة وعملية تحفيز للمنطقة الصدرية والعضلات هاي القوية في أسفل البطن اللي هي جاي بشكل طولي وعضلات الظهر. وعشان بنعملها بهذا الاتجاه بيكون تحفيز أكثر للجهاز العصبي، يعني قوة أكبر للعضلات إنها تنبنى أو تقوى بشكل أسرع. فبنكرر هاي الحركات بشكل شهيق وزفير، شهيق وزفير، مثلا 5 ثواني شهيق و5 ثواني زفير. هلا بعدين بنتطور فيها بحيث نرفع ايدينا لفوق بالطريقة هاي ونضلنا رافعين لمدة دقيقة وبنرد ننزل لما نتعب. اذا حسينا انه الدقيقة هاي صارت سهلة اذا بنمشي لك مدة دقيقتين واحنا رافعين حالنا وجابدين ظهرنا وجابدين بطننا وعضلات البطن بالطريقة هاي. دقيقتين اتعبت برد بريح. اخر مرحلة يعني واقوى مرحلة 3 دقائق نوقف بالطريقة هذه. اذا بنقدر 3 دقائق احنا بنعمل عملية انقباضات دائمة لمدة 3 دقائق للاعصاب وللعضلات، وهذا جهد بدني قوي وهذا بيقوي العضلات. عشان هيك ما بنقدر نتحمل في هاي الوضعية ممكن أكثر من دقيقة إذا بلشنا. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني بدنا نزيد الصعوبة، بنعمل هاي الحركة وبنضيف لها حركة الإجر بطريقة نرفعها بالطريقة هاي. 5 ثواني وبننزل، 5 ثواني وبننزل، 5 ثواني وبننزل. بعدين ممكن نعملها ونزيد زي النظام السابق، دقيقة وبننزل، بعدين دقيقتين وبننزل. بس نضلنا نبدل يمين شمال يمين شمال. الحركة الثانية كمان بدكم تحطوا اجريكم مستقيمة فقط، حطوها في البداية بس ديروا بالكم دائما العمود الفقري لازم يكون مرفوع، وخلوها مرفوعة شوي قد ما نقدر. 5 ثواني 10 ثواني وبرد انزل، والاجر الثاني 5 ثواني وعشر ثواني وبرد انزل. ونفس المبدأ، إذا شفت إنه 5 ثواني صارت بسيطة بكمل ال10 ثواني، 10 ثواني على اليمين و10 ثواني على الشمال. الطريقة اللي بعدها هي عبارة بس في الوضعية هذه أنا بدي أرفع شوية وأرفع الرجل وأعمل هيك ورد أنزل، أرفع وأرفع وأنزل. هذا هو عبارة عن تقوية للعضلات الأمامية والعضلات الخلفية، يعني هاي العضلات كلها لازم تنقبض سواء في العمود الفقري أو في الجهة الباطنية لتثبيت العمود الفقري. نفس الشيء الجهة هذه 10 مرات هون 10 مرات هون. بعدين بدي أرفع إجري هيك وأرفع الإيد المقابلة بالطريقة هاي ورد أعمل الحركة هذه بحيث خربطتونا.
هاي لازم تكون اجر الاجر اللي بترتفع الايد الثانيه بدها ترتفع، والايد هاي بدنا ممكن نخليها لتحت على الاجر الثاني وبعدين نبدل ونثبت 5 ثواني. اذا ازلام اذا ثبتنا 5 ثواني بنرد ننزل، بعدين بنزيد التثبيت لفوق ل10 ثواني اذا بنقدر، مرة على اليمين مرة على الشمال. قبل ما تبلشوا التمرين هاد بدكم توقفوا حضراتكم وتعملوا الحركات هذه لورا، تشدوا عضلات البطن وعضلات المنطقة الصدرية وتكرروها 10 مرات، وكل دقيقة دقيقتين بتوقفوا. هي الوقوف نفسه كمان بالوضعية هاي بالطريقة هاي، وبتردوا تعملوا 5 مرات وبتردوا تقعدوا، وبتردوا توقفوا 5 مرات وبتردوا تقعدوا. بعدين هذه وتمرين اللي ترجعوا راسكم لورا وايديكم لورا هيك زي عملية التجبيد. شايفين كيف اثارت الكحة عندي؟ ليش اثارت الكحة؟ لان عملت جبد للاعصاب للعضلات لكل اللي موجودون، ومن بينها العصب الحائر هيو اللي جاي هيك بالمنطقة هذه، فتحفيز العصب الحائر لحاله هيهدي الامور وحيقوي الدورة الدموية كلها في المنطقة الباطنية. هلأ اي واحد بيعمل التمارين هذه اكيد حيتعب، حيصير يعضل يعني يصير الام في العضلات، بدنا نخفف الالام هذه. قبل التمرين ممكن نحط مياه باردة او مياه ساخنة، هي اذا بنحط مياه ساخنة او فاترة في على بشكير وبس نحمي منطقة البطن، نحميها لمدة 5 دقائق، وممكن نخلي البشكير هذا بعملية زي الملفو نلفه على الوسط، هذا كمان حيعطينا راحة أكثر وقوة أكثر إن نعمل التمارين، وهاي شغلة كمادات مياه ساخنة كمان. لما نخلص التمرين في هاي الحالة بنحط كمان مياه فاترة لمدة 10 دقائق، وعشان نخفف الآلام اللي حتيجي بعد الانقباضات العضلية القوية ونريح العضلات بسرعة عشان ثاني يوم نرد نعمل التمارين هاي يوميا. ففي هاي الحالة بنحط مياه باردة اللي هي البشكير المياه الباردة وبنحطها 10 دقائق على الوسط. من الريح كمان والنشط كمان، اذا انا بدي اجيب زيت زيتون عادي وبدي احطه على المنطقة الباطنية واظلني اعمل مساج. المساج هذا بده يكون من فوق لتحت من فوق لتحت بحركات تليين لهالعضلات القوية هذه اللي ما تستهينوا فيها، اللي هي حتضب الكرش، اللي هي هتحرق سعرات حرارية، لانه هاي قوة عضلية، هاي بدها شحوم بدها طاقة. منين يعني بدنا ناخذ هالشحوم؟ ما هو هاي الشحوم الله وكيلكم هي موجودة على البطن وموجودة على الجانب، فالاقربون اورف المعروف في حرك الشحوم. يعني هاي الحركات مش بس حتضب لكم الامور وحتثبت لكم العمود الفقري، كمان حتعمل على حرك التسريع من حرق الدهون. اذا ما حركتها بتحولها من اللون الابيض للون البني اللي بيكون اسهل دهون اسهل للحرق وللاستغلال. شغلات بسيطة 10 دقائق صباحا 10 دقائق مساء عشان تعرفوا تناموا صح، وفي هاي الحالة بتقوى عضلات الظهر وعضلات البطن. سلامات. انا عملتها قبل 2 3 أيام وصارت عندي الام، وعشان هيك اعطيناكم فيديو امبارح لمساج البطن بس خصوصي، لان قلت انا هيك بتريح حالي بتريح بطني، خليهم يشوفوا كمان بلكن استفادوا وانا نايم على ظهري ورافع اجري. هلا بدكم وانتو نايمين طبعا بيكون اخف حمل على العمود الفقري واحنا نايمين، بس ما احنا عارفينكم يعني فيش عنا همة، يعني يا دوب واحنا قاعدين ممكن نسويها لانه كل حياتنا قعاد، بس لما كلكم ناموا على ظهركم ولا مشوا ولا كزدروا ولا تبشوروا هاي بتشوفوها صعبة. فهذه مدامها على القاعد اذا ما لكم مش خيارات الا تسووها إذا بدكم راحتكم وتخفيف لألام العمود الفقري اللي عندكم وليوني أكثر ونشاط أكثر. شكرا لكم، تحياتي.